عنا مثل بيقولوا الحلو بيقول أنا بحلي والمي بتقول أنا ما بخلي. يسعد أوقاتكم حبايب قلبي وين ما كنتوا عم تتابعوني وبأي وقت عم تتابعوني فيه، وأهلا وسهلا فيكم بقناتي جوليا شانيل. وإذا كنتوا أول مرة عم تحضروا قناتي بتمنى تدعموني بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد فضلا وليس أمرا لنقدر نستمر معكم. خلونا نبلش. وأكيد أخذتوا فكرة عن الفيديو من خلال العنوان. اليوم رح نودع لعزوبية ورح نشوف شغلات تانية حلوة كتير بالفيديو. تابعوا الفيديو للأخير وخليكم معنا. اليوم رح نودع العزوبية مع صبية الله يوفقها بحياتها ويختر لها الخير، وهالصبية بتكون رفيقتها لبنتي. حاليا الرب يصير عرسها فحبينا نعمل لها هيك جمعة الصبايا يودعوا بعضهم، يعني شغلة 10 أيام وبصير عرسها. هلا نحن في بيناتنا زيارات فاتصلت فيها وقالت لها بدي اجي لعندك يعني هيك نودع بعض. قالت لها اهلا وسهلا، وانا مثل العاده بلشت بتحضيراتي مثل ما شايفين لحتى نقوم بالواجب وحتى كمان تتذكر اكلاتي الطيبه. ودائما بتقول لي يا خالي ام جواد قد ايه بحب اكلاتك، وانا بقول لها انت بس تعي وبيحضر واجبك. قد ايه انا بحبها لهالصبيه يعني لهالبنت. الله هيك يبعث لهم ايام حلوه ويحميها ويوفقها بحياتها. الوفق اهم شيء. هون بلشت أول شي بالمحلاي مثل ما شايفين حتى تبرد معي، وهلأ هون وصلت للزينة. طبعا المحلاي وباقي الأكلات اللي هلأ حنشوفهم بالفيديو كلياتهم مشاركتهم معكم من قبل بقناتي، كلياتهم موجود بالقناة. عفكرة هي الأكلة من الأكلات كتير، من الأكلات اللي كتير بحبها ومن الأكلات المفضلة عندي، يعني بستمتع كتير أنا وعم باكلها. هلا اولادي احيانا كتير بيطلبوا اطبخ لهم رز بحليب، بس بعمل لهم إلهم رز بحليب وانا بعمل إلي محلاي، انا بحبها اكثر. ما بعرف يعني بحس المحلاي هي تحلاي، اما الرز بحليب بحسها وجبه مشبعه، يعني ما بعرف كل واحد إله رايه. وهون كنت عم زينها بالبندق والفستق الحلبي والكريمه واهم شيء الكرزه. فكره كتير مشهوره عنا هي الاكله بالشام، وبتكون الضيافة كتير بالأعراس بضيفوها. يعني وعلى فكرة ناس بتقلها كشك الفقرة، ناس بتقلها كشك الأمرة، ناس بتقلها محلاي، يعني حسب البعض كل واحد شو بسميها. بغض النظر هي كتير طيبة. خلصنا من المحلاي وانتقلت هلأ للمعجنات. رح أعمل تشكيلة من الفطاير، رح أعمل شوية فطاير بجبنة وشوية محمرة، يعني هيك تشكيلة. هلأ هون العجينة كنت عاجنتها وهون بلشت فيها، والجبنة كمان متبلتها ومجهزتها، وأنا عاملة حجم القطع هيك صغيرة، يعني بحب أعملهم هيك حجمهم صغير ومنمنم. هون بلشت بمرحلة تشكيل الأقراص، حطيت رشة طحين ومديت العجينة هيك بأصابعي، وبعدين مديتها بالشوبك وحطيت لها الحشوة وحطيتهم بالفرن يعني بالصينية، وهيك صاروا جاهزين. حشوة الجبنة يعني ما كنت حاطط لها غير بقدونس وملح، اللهم صل على النبي، ومعلقة سمنة. احيانا بحط لها بيضه مع رشه فلفل حسب اذا متوفر عندي او لا. وهلا هون عملت كمان تشكيله من المحمره، والمحمره كمان الصلصه انا كنت طابختها. بعد ما خلصت من المعجنات انتقلت لتحضير الكنافه. عندي هون نص كيلو كنافه، فردت الكنافه لحتى هيك فكيتها كلياتها عن بعضها، وبعدين حطيت لها اللهم صل على النبي كاسه سمنه. رح افركها كتير منيح بالسمنة لحتى هيك تتنغنغ السمنة بالقنافة، وبعد هيك رح صفها بالصينية ورح حط القشطة وطبق طبقة تانية من القنافة. طبعا يعني اذا كان
أنا طبخت القشطة طبخ، إذا كان حبيت تجيب القشطة جاهزة فهذا الشيء يعني خياري، بس أنا بحب كل شيء أعمله على إيدي، حتى القشطة أحيانا بطبخها على إيدي، يعني للشديد القوي بجيب الشغلات من برا. هلا هون كمان كنت عم بطبخ القشطة مثل ما واضح معكم. هلا فركت الكنافة بالسمنة وتركتها هيك على جنب جهزتها، وهلا هون اللهم صل على النبي كنت عم بطبخ القشطة مثل ما واضح معكم، هيك صارت جاهزة معي. وهلا رح طبق الصينية. هلا هون مثل ما شايفين حطيت طبقة من الكنافة وسكبت فوق القشطة، ورجعت رح حط هيك طبقة خفيفة على الوش من الكنافة، وهيك صارت صينية الكنافة جاهزة معي. هلا هون كنت خالصة كل شيء وبلشت بتحضير الطاولة، حطيت الكنافة والمحلاي والنقرشات والبيتفور والغريبة والفطاير يعني والمعجنات، كل شيء كنت عم حضره على السفرة. طبعا هاي الأكلات كلياتها شاركتها موجودة بقناتي، شاركتها معكم من قبل، كل شيء يعني من المحلاي من المعجنات من الكنافة من بيتفور من غريبة، كل شيء ساويته يعني بالقناة وشاركته معكم من قبل، وهيك صارت ضيافتنا جاهزة. يعني حطيت شوية نقرشات مع الشوكولا، سلامة خيركم، يعني كل شيء كنت محضرته ومجهزته حطيته هيك على الطاولة، والبيتفور والغريبة. عنا مثل بيقول الحلو بيقول أنا بحلي والمي بتقول أنا ما بخلي، يعني الحلو بحلي والمي بتقله أنا ما بخلي، فورا واحد بعد الحلو بحب يشرب مي على قد ما بعطش، يعني سبحان الله هيك هذا المثل بيقولوا عنا، بعد ما ناكل حلو دايما أنا بقوله. هون تقريبا يعني كانوا وعدين على الساعة 2:30 يجوا لعندي، فهيك إن شاء الله يعني كان كل شيء جاهز على الوقت الحمد لله رب العالمين، الله أكرمني وبارك لي بوقتي الحمد لله، وكل شيء كان تمام وجاهز قبل ما يجوا. هلا هون وقت يعني كانوا واصلين شوي، بعد ما ارتاحوا شوي كنت غليت الشاي وبلشنا يعني مثل ما بيقولوا خبز وملح مع بعض بإذن الله، صرنا 5 سنين بنعرف بعض يعني صار بيناتنا خبز وملح. هلا هون اجوا وصبينا الشاي وبلشنا يعني، والله بتمنى الكل يدوق من هاللقمة الطيبة، كانت قعدة كتير حلوة وكتير انبسطنا مع الصبايا. هون آخر شي بعد ما خلصنا عم صب الكولا مشان نهضم بعد كل هالأكلات. وهلا وصلنا لفقرة القهوة اللي ما بصير بدونها. قعدنا على البلكونة، ما بعرف إذا واضح معكم، طبعا يعني ما بصير بدون القهوة، القعدة ما بتحلى غير مع الجمعة، القهوة ما بتحلى غير مع الجمعة، فقررنا نقعد على البلكونة قلنا بنشم هوا. صراحة كان الجو كتير حلو، يعني الواحد ما قلبي يفوت لجوا، ما بعرف إذا واضح معكم، هلا رح أعمل الصورة إذا واضح معكم، هيك الهواء يعني نسمة بترد الروح. صراحة قعدنا وما له قلب الواحد أبدا يعني يفوت لجوا. المهم كانت هاي نهاية الزيارة، بس لسه ما خلص الفيديو، لسه عنا الطبخة والهدايا. فالهدايا اللي جابت لياهن رفيقتها يعني مشان تتذكر فيهم، يعني مثل ما بيقولوا ذكرى. هلأ هي إن شاء الله رح تتجوز والله ييسر لها يا رب، وبنتي إن شاء الله ناوية تكمل دراستها إن شاء الله، يعني هيك الله أعلم شو يعني المستقبل مخبي لهم، مشان يضلوا هيك يتذكروا بعضهم. فجابت لها الهدايا، هلأ إن شاء الله بعد ما راحوا رح نعرضهم. وهلأ هون وصلنا للفقرة الحاسمة اللي الكل عم يستناها، وصلنا للهدايا. كانت جايبت لها برواز مشان تحط صورتها فيه، يعني مشان كل ما حطت صورتها فيه تتذكرها، وجايبت لها فنجان
كمان كل ما شربت فيه كابتشينو أو هي تتذكرها، حتى حطت لها ظروفة الكابتشينو فيه. وهوني هلأ كمان كانت جايبت لها بالكيس الثالث أكلات طيبة. ما بعرف شو قصة هالبنات والأكلات الطيبة، بنتي بتهديها أندومي وهي بتهديها أكلات طيبة بسكويت. وهون البرواز فورا بدي حطت صورتها فيه. هلأ خلصنا من الهدايا وانتقلنا للطبخة اللي آخر شي رح نعملها. هلأ اجينا للطبخة، قررت أعمل أكلة هي صعبة وبتاكل شغل وقت، بس أنا عملتها اليوم بعشر دقايق، واللي هي الششبرك. كيف أنا كنت عملتها؟ يعني عملتها بعشر دقايق. أنا كنت حاطة الششبرك بالفريزر، بس طبخت اللبن، يعني بس طبخت اللبن ونزلت يعني الششبرك فيه. يعني أنا بحب حط هيك شغلات، يعني طبعا اللي متابع فيديوهاتي بيعرف هذا الشيء. أنا كنت يعني بفرز الششبرك، السمبوسك، بحط هيك شغلات بالفريزر. مثلا يعني الواحد أحيانا بيكون مو فاضي مثلا يطبخ، أو إجا لعنده حدا فبيطالع من الفريزر وبيطبخ. يعني لأجل الحظ، يعني وقت الواحد بيكون مو فاضي يطبخ هيك، بنفس الوقت بتلاقي العيلة بيكون جاي عبالة هيك طبخ، المهم تاكل طبخ. المهم يعني أنا حاس بحسابي دايما عندي هيك شغلات بالفريزر، بكون محضرتها، يعني بتكون هيك سهلة التحضير، مجهزتها مثل الششبرك. يعني أنا مجهزته، بس طبخت اللبن ونزلته. هلأ مثل مواضح معكم عم حرك اللبن لحتى يغلي، ورح نزل الششبرك وبتصير طبختنا جاهزة. يعني ماكسيمو ماكسيمو 10 دقايق للربع ساعة كانت طبختي جاهزة. صراحة على فكرة يعني هي الأكلة الششبرك هي واحدة من الأكلات اللي بطبخها وما باكلها ولا بعرف طعمتها. طبعا هذا الشيء بشهادة يلي بيعرفوني، وإن شاء الله بالفيديوهات الجاي رح أحكي عن شغلات كتير حلوة، وإن شاء الله بتعجبكم يا رب. وبتمنى من كل قلبي تساعدوني لحتى تكبر قناتي، وهذا الشي بهمتكم وتفاعلكم معي باللايكات والكومنتات الحلوة، وتشيروا الفيديو بين الأصحاب. وهيك منكون وصلنا لنهاية فيديونا لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا فيه. وإذا لقيتوني بستاهل ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو. طبعا هذا الشي تقديرا لمجهودي، وانتروني في فيديوهات جديدة. كان معكم جوليا شانيل، باي باي.